صفية سلا سلا صباح الخير مدام صفية اش فما اليوم في سلا سلا صباح الخير المستمعين الكل اخترنا لكم اليوم في برنامج سلا سلا حسوب القديد المقادير 100 غرام فرينة 4 فصوص ثوم زوز مغارف زيت مغرفة طماطم مغرفة هريسة عربي نص مغرفة كروية قديد ومرقاس 50 غرام نعناع شايح وشوية ملح الطريقة نصبوا الزيت في الطنجرة ونحطوها فوق النار ونحطوا القديد والطماطم والهريسة يتقلاو شوية ونمرقوها بنص لتر ماء كيف تبدأ تغلي نزيدوها الكروية والثوم ونخليوها تغلي سلة سلة على نار هادية مدة 50 دقيقة نحلوا الفرينة في صحفة ماء ونصبوها في الطنجرة نخليوها تغلي مدة نص ساعة وساعة ساعة نحركوها قبل ما تطفيوا النار نصبوا الخل ونقدموها سخونة تاكلوا بالشفاء نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الفريكونس 100.6 شيء طيبة.